والله انا صار لي 30 سنه بالمسرحه، بعرف انه جدي كان وابوي كان. والله تاريخ الفخار بأرمنهاز صار له من قديم الزمن، الفخار والعزيز من عزمان الفينيقيين كانوا يقولوا لنا انه يشتغلوا بهالمسرحة، وبعدها تبعت من اجيال لاجيال لوصلت لنا. تعلمت مهنة الفخار من ابوي وجدي كان يشتغلوا بهالمسرحة، وبعدها ماتوا انا ردت ما تروح الصنعة من هالبلد، عرفت؟ وبعدها كل شيء صحي بالفخار، كان للطبخ نشتغل مقلات قلايات شغلات كلياتها هي نشتغلها، وصحية أكثر من الحديد والألمينو. نحن ابتدينا فيها عصر القديم، بينما هلا صار شغل حديث، نجيب التراب من البرية، ما كان لا في سيارات ولا في شيء، نجيبه ونعمل فخار شربة خابة صحون من كل شيء للطبخ، مقلات للطبخ. بينما هلا توسعت المسرحة، كان كل شيء على الرجل، نصوي التراب على الرجل ونصفي ونيبسه، بعد ننزله بعد نعطيه مي يصير طري، ندوسه بالرجل. بينما هلا صار عنا عجانات، صار عنا خلاطات، صار عنا من جميعه موتيرات. اول ما كان لا موتيرات ولا عجانات ولا هزازات، هلا بينما صار الشغل اسرع وفي انتاج اكثر. أول ما تطلع برات سوريا، بعدها طورت الشغلة صارت تروح على أوروبا، أمريكا، الصين، صارت تتوزع بجميع أنحاء العالم بضاعتنا. هلا بحكيت الحرب ما بقى غير محافظنا، بقيان المحرر.